ولمناقشة ملف صفقة النفط المليارية بين بكين وبغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمود. أهلا ومرحبا بك دكتور خضير. أهلا ومرحبا بك. صفقة مليارية عقدتها الحكومة في بغداد مع بكين مؤخرا سيضخ بمقتضاها العراق النفط إلى الصين 48 مليون برميل من الخام بدءا من تموز عام 2021 ولمدة عام كامل مقابل 2.5 مليار دولار. كيف تقرأ هذه الصفقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العراق كما هو معروف ذو اقتصاد وحيد الجانب أو اقتصاد ريعي، أي يعتمد على النفط في رد الموازنات التقديرية له خلال هذه السنين وخلال هذه المرحلة التي تم إغلاق كل أبواب الحصول على الموارد المالية من القطاع الاقتصادي والزراعي والتجاري والسياحي. لذلك ان اي هدر في النفط والزام الدولة بعقود مبكرة مع دول اخرى سواء كانت الصين او غيرها انما هو تبديد لثروات العراق والتهام تلك الأموال من قبل الفاسدين الذين آلوا على أنفسهم إلا أن يقوضوا معالم التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي في العراق. لذلك إنها صفقة فاشلة وتحمل العراق أعباء لمدة سنة ستدفعها الأجيال المقبلة. طيب. وكالة بلومبرغ الأمريكية وصفت الصفقة بالنادرة، بمعنى أن العراق لم يتقاعد من قبل أو لم يتعاقد من قبل على صفقة مسبقة الدفع، فضلا عن أن اتجاه وزارة النفط بعملية البيع العاجل بالسعر الحالي محفوفة بالمخاطر، خاصة أن الظروف الراهنة تؤكد أن أسعار النفط العالمية ماضية نحو الارتفاع. كيف تفسر هذا الأمر؟ هذه هي الحقيقة التي أردت أن أشير لها، بأن هذه الصفقة من البيع البيع العاجل إلى ثروات العراق إلى الصين هي هدر وضياع بأموال العراق، لأن الواقع الاقتصادي يشير إلى أن النفط سترتفع أسعاره خلال هذه الفترة ويحرم العراق من الاستفادة من ارتفاع الأسعار. طيب. ثم إن الأموال التي ستتوفر للحكومة المتدنية في إدارة موارد الدولة وضعفها الإداري الواضح ستؤول إلى سرقة هذه الأموال كما سرقت الأموال قبلها. طيب لماذا تتجه لماذا تتجه السلطات في العراق إلى الصين تحديدا رغم سجلها الحافل بالهيمنة على الدول اقتصاديا في وقت يتوقع ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12% هذا العام؟ سينكمش بالتأكيد، لأنه حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد العراقي حالة مزمنة ومسرطنة لواقع الاقتصاد. لذلك هم يتجهون إلى الصين لأنها أكثر الدول رغبة بالحصول على الموارد النفطية من الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية ومالية، والعراق أحد الدول المهمة بالنسبة إلى الصين للحصول على هذه الثروات وبالأسعار التي تعتبر متدنية وسوف تؤثر على إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم محمود، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.